الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وكن أفر بقول يصدح أفرتن كي هجرقة ما لنتي أقوه الرئيسي رمضان، وحين بلابي دوننا إن شاء الله تعالى 40 نووية. الأربعون النووية والنبي أفرت الحديث الأربعون باليولي مركا وحل السمائي انت الزيادة ذا أبان ترضى الوترين عربت وحي استعمالا وحلها طرح الكسري يجبر الكسري مرنا انت مركا وحوي أنبورها أهين يتشبك وكالكالغان وحاد وحي ولا رغمان يأفراد بعام الملك وحي ولا رغمان سيدي يتشبك وكالا عقد بورا هذين أهين مرنا ولا تورا يعني السيادة ذا مرنا السيادة ولا بورا قريا مركا الله بذا حديث كرد إيرات كأفرتن كأساسا ترضى اللغة الصوترين والأربعون لي أربعين كنا أفرتن كوحلوك قاري إلي عدد علماء ذا وحكدر إرتاي إني مركا أفرتن حديث سيقارا أي مركا أوروريان سببتنا وحي أهي حديث ضعيف أصوار ري وتلمام أي فضل قاري إنو كسو قاني أهي أفرت الحديث قفك حفظة فضل زيادة إن لو الشيغي مركا ما دام فضيلة قاري كسا أرورتي بي مركا علماء أي مركا أفرت النظر أورو ريال لكن ده فضيلة ده سمسونا حديثهان يعني قويمة لكن أصل كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لحفظه إن مركا وحويا لقيبه إن دتك اللو قدبيه لقارسيه فضل عام كشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وحول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. يعني النبي وحول عليه الصلاة والسلام إلى هاي وجهي سها النور وها قرحيه قف مقلي هذا الكيغ مقلي قد نمرك ويليي وحفظي وقيبي فأدها كما سمعها دوين أقوتو دتك أقارسي يسود أمك الله يعني وفضل خاصة الله شيء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم برشاد الله برتو ويلا انت اللو إليه قد بنت دتك اللو قد بيو اللو ستبيو انت با فضل مركا عام وكسرمي لكن لما الشيء قدر كأنه قنا يعني حديث دا فضيلة دا الوهرية يعني قيب كم إذا هدو مركا حفظه فضيلة عامك وحكم إذا أي نصيبك يا رنا يا أو مركا هريا لأجل الله أنا أرنك أصمي فضائل كرعام وصار ورطي النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب كنا تشوغي حاضر كأهيها قارسية كنا مقن قدتك مقن أتبي قارسية وأمر والنبي عليه الصلاة والسلام أمره مركضتك إن لو تبيو لقارسية أي مركا الله أمر يا والنبي أمر عليه الصلاة والسلام مركا حديث النبي وأصل كلبات الدينك أدلة الشرعية لدلي شذ قرآنك وجه الرئية وحكحجة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باكحكت لبض وأنا وحي وي أصل قرآنك وحي وياي أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي وحي أطه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأتوى الله يلي نبي عليه الصلاة والسلام كما هذا الله هو كما هذا الله وحن نفتس كعشة هاي يعني ما يلاه ذو أمرك إسكا كما هذا الله وحو كما هذا الله وحن غنيسا وحي الله وحي يوذي بين غنيس وحي الله وحي يوذي أيما النبي عليه الصلاة والسلام وكما هذا الله إن المنزل تايس نظر النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كبوا الشيغي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الله كورك وحكو سودتي وكو سورغي كتابك قرآن كأه يا والحكمة حكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكان لبدا بإنو الله سودتي والنبي لغو سورغي أيو الله إنو الشيغي مكان سنة ومنزلة ومثل سودتي ووحي سيدة قرآن كبلو سودتي القرآن كإنا يلمي التهين والإنو الشيخ حق وحيين لماذا كلمي التهين دليلك سيدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ
ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وحلي سييبا النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كأيه ومثله يمتك للمضة ومعه قرآن كوهليا أيا لي سيي كاسنا وصنة النبي صلى الله عليه وسلم أفرتن كان حديث أما الله بأي أفرتن كان حديث الإمام النووي أوليي أصل كود وحيكسوا تشيدان ابن الصلاح بيكسوا تشيدان وابن الصلاح رحمه الله لحي الله باطن حديث أيو مركا أوليي ونطلما ما يحديث تاسين يهين حديث أصول أو جوامع إليه واللحي الله باطن حديث وكم مضى لبي أفرتكم لحي الله باطن كحديث أحاديث معاني قوس شيء قيسا وحوية جوامعة ووحف ربضان كوبصان إيسا إني طيب التلمامي وحاديث تاسي سقارة إن لو قد ذا رأيها بونت الإمام النووي ابن الصلاح وحيث قسوا قارة إن رشا وحاو النووي لشي لحبقل يكوب يصدن كي هجري قايو لش وحانو لنتي لحبقل يلحية الضباطا كي هجري قايو أيو لنتي قرنك التضباد أيو النولا هذا نوحي نتشوغنا قرنك الشن يتبناد أي نتشوغنا تاريخ الإسلام كمركة لشيغة أيو الله ترين ابن الصلاح وحو لنتي لحب قول إيا صدح يا أفرطن كي هجرقا مركة إمام النووي أو مركة أير أولا بي يتبن شرعة أما صدح يتبن كي كتشرة مركز أيو لنتي ابن الصلاح الإمام النووي وحو قاتي أحاديثة لحية اللباطن كأي أوروريي سيدة قاركا وشيغي ابن الصلاح لأنه وحو صوق هذي لحية طبان حديث وكلا أي صوق هذي لحية طبان كي بخدري لحية طبان لوجيي لحية اللباطن وحيسكن نغضين لبي أفرطن حديث لبي أفرطن كحديث ساسي هذا أي قصده دي وركو دقوءها مركان لحية اللباطن كم ده وروا حول ريي السجارة والشيقي ابن الصلاح لحية طبعا كالانا وحكو داري ويساقنا أحاديث كالصوح الشي من أحاديث مركان دي ما سميني أحاديث هو أحاديث في الاقصاني دي كتبها كوكا لتقاني لحية طبعا كالصوت دورتي لحية اللباطن كيف كو داري لبي أفرطن حديث بين نغطي الأربعون النووية واساسية ده مقدمنا وأسمي مقدمة أيوئي يا ري شرح الغريب لفتي سنة وخد ريو طبعا ذا قار كود ولا قحت فو ولا قصة ري لكن مركا الفاظ غريب كأي وحلم ذا وكو مركا يرفى السري وكد ري رمضو اعتناء بي قصة ما ينادي ياد بي قد دارين أربعين شروح فرب بضن بانا لشرحي أهل علم بضن بانا شرحي رمضو بضن وكال الدوان عصر والبن وحليه ليا عالم شرحي بالهيرية أما علماء شرح ذا الهيرية وقت إلا قرأي لقصوا بلابو إلى يومنا هذا حتى علماء المعاصرين تا جمع كم إذا شرحي يضو الشروح فربضان وهربا ومركا كتاب كلها هيا شيء شرحي ضل شرحي وحا أقصي قيمة بضان أو أقصي في عن شرح أو شرحي ابن رجب الحنبلي ولا إلى جامع العلوم والحكم وحان ولب السمية ابن رجب رحمه الله لبي أفرطن حديث هالك كأهايين سديد حديث وكلاء يصوت دورتي أو يبنى شوامعة مركز سوق الدري كنتم بيس كن نقطي كنتم كيف دادنا الشرحي وحكو الشرحي كتاب كيسا اللي لهذا جامع العلوم والحكم أيو كو الشرحي وشرحه وقو قيمها بضن يعني مركوي شرح فربضن وكلنا ولا شرحي ولا هدأان مقدمة ذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي بانكو بلابيا أما بسم الله مقع إلهي بانكو قريا الله سوء الرحمن يكين حريصة بلارانكو سفيسناء هذي أما الرحمن كيسد عام كأون حريصنا يا هذي الرحيم كاسو نحريسي سقارسين يعدو دونو خلقي سكم إذا هذي أما الرحيم كيسقارا مؤمنين تقول نحريصنا يا هذي وبسم الله مقع الله بكو بلابيا
نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ الله وقرأيه وحكم بلا بشر باسمك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ لك وأمر إن لقى قرأ مقع الله بكم بلا بشر بسم الله الرحمن الرحيم قرآنك سورة دي السنة وحكم بلا مان بسم الله الرحمن الرحيم مركا لقرها بسورة التوبة وقال يصدح يطمنك السورة ذكرة وحكم بلا مان باسمك سيكون بلا مان وحكى السونا أكسنا وحلينو الشرعية يين باسمك أكو بلونه أضي عنستهي أضي عبستهي أضي قلمتهي أضي وحكلتهي يعني مركة أشياء ذا حلاش وردن وحلقوا بلابي يا مقع الله بلقوا بلابي مقع الله أي لقوا بلابي يا بركة كترت مقع الله وحي لقوا بلابه وحي الله حتى العون يو يجدين كذا مريء يوحد عبى السبب ويند بسم الله يكون بالوضع يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك مركا سمي الله اللهم اقعو وبسم الله ده مركا مقع الله ان لقو بلابو ايا لينو شرعي بركة يا خير بانا كترة ان لقو بلابو مقع الله وحكا استوونا اكسن بلقو بلابو الحمد لله رب العالمين الحمد ما هذا ورد لله إله بالجارة أما لله الله بمتصيصي الله صرب العالمين خلائق ورد أربعه قيوم السماوات والأرضين الله صو يعني عرارك مركب حما مليا والأرضين دولك نما مليا مدبر الخلائق أجمعين خلائق ورد مركب حما مليا أجمعين إيد الكود باعث الرسل الله صو باعث الرسل رسول الله صادري أعكركم بنان إن أتلاذوا قيوم السماوات إن أتقده مدبر قيوم باعث وهذا مركه هو وقدر تكوب بنان إن أتابع كدكتو ناكوب بنان إن أي مركه وحي لله تابعته صلواته وسلامه عليهم نحرسي ذا إلهي أما أمانها إلهي وسلامه يسلامت إلهي عليهم رسول ذا كركو ذا أهاتو إلى المكلفين وأجمل معترضة هو الدعاء اللوكياني دعاء اللوكياني دعاء اللوكياني باعث الرسل رسول الله صادري إلى المكلفين خلائق دوردن الصادري باعث بيكو تعلق ذا شاركي مجلوب لهدايتهم وحو صادري هنون انتو ذا خلائق ذا هنونين ايان او اي مركة حق قرنسين ايان وشيغيان يو بيان شرائع الدين يشرائع الدين انك عضينت عضين ايان اي صادري بالدلائل القطعية وواضحات البراهين وحل صادري بالدلائل الدليل لدى القطعية قطع اللون اسبه وواضحات البراهين يحجوين كعضعض يدليل لدى عضعض أي الله صادري رسول الله الله لا صادري أحمده على جميع نعمه أحمده الله وما هدنا يا على جميع نعمه نعموين كي صدنبان كما هدنا يا وكما هدنا قيا وأسأله المزيد من فضله وأسأله وحن ويدي سنة يا المزيد الليرات بان ويدي سنة يا من فضله قال لدي سكم إذا أيام ويدي سنة يا النعمة دي سكم إذا وكرمه هي الديق دي سكم إذا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحن قرية وعضينا يا أن لا إله إلا الله أي أنه شأني لا إله إلا الله مثل عابد إن نحق هين إلا الله والله موياني الله كري إلا عابد أي حق اذكروا الله كصهر إلا عابد حق معه الواحد القهار الله سؤال الواحد كي كريد أها هذي القهار كي الدرقين يعد دونه خلقه سكم إذا الدرقين يا هذي الله سؤال الكريم كي دغض بدنا أشرفت بدنا دغض بدنا هذي الله سؤال الغفار كي دم بدافك بدنا هذي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد حنقريا وعضينيا واعتقاد سنهي ويقين سنهي أن محمدا إن محمد عبده أدونك إلهي إنو يهي ورسوله يا رسولك صلى الله عليه وسلم إنو يهي وحبيبه كو إلهي شعلا إنو يهي وخليله كو الله مركا آتك أتشعلا شعيل درجة الخلة قارسيسا شعيل كما الضنبيس أتشعلا أهاضي انت صورة وحين نغنى إسا مركا إن لقوة خبره والسكو عطف عن قرية إن محمد أدون إلهي يهي ورسول إلهي إنو يهي ومد اللباد وحبيبه إنه مركبه الله شعلاء إنه يهي أي محبوبه ومعنه دعية فعيل بمعنى مفعول وخليله كو آتك وشعلاء
خليل يا حبيب فرد وحوك الحياة يعني خلضة أي شعيل كيسو يهي سيح الديرية يا أحب نوى عام خلض نوى خاص يعني عدك استوى الله أتشع على هذا شعيل قاري يا درجة الخلة وأنا شعلي هي حب نوى شعلي هي حب نوى شعلي لكن عدك استوى حب عام كأتشع على هذا كما درنا إلا بإلا شعيل درجة الخلة قارسي سنين وشعلي ساساوي وحلقوا قاري يالي لبر الرسول بلقوا قاري يالي خليل لماذا إلهي إن أيهين خليل الرحمن مذ وحوي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مذ نوى النبي إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا إلهي وحكي عش إبراهيم خليل بوكالكتي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كوحولي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إلهي خليل بوكي شيء سيد إبراهيم بخليل وقالكتي أيها نيقنا خليل إيقالكت مركا إنت الدموة لقصفين إياه أما وحلقة ديها خبر عصبة لقصفة إياه مبتدل وقدر أيه هو أفضل المخلوقين نبي عليه الصلاة والسلام مخلوقات كواكي وفضل قبضنا المكرم بالقرآن واكي قرآن كاللغو الشرفين أدام مركا كاللكتو مركا خبر ومبتدل وقدرته هو هو الدمان كدام بيانا خبرين نقونيان المكرم إياه يعني المخصوص وحين نغنى يقولنا خبرين نغنى أي هو مركا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقين مخلوقاتك كي أفضل قبضناوي المكرم بالقرآن وكي قرآن كالغو الشرفي قرآن كي بدأ ينسي فيه وقرآن كي عزيز كأهاء يا وكتاب مركا وحوي عد بدلي سائل اتشرين عد تحريفين سائل اتشرين يعني كتاب كالون نصخي يآن اتشرين كتاب لم يدي مجر ومعجزات دائمة يعني النبي يظهر معجزات كلاسيين وحي أهاي المعجزة أن دائما أهاين يحل كوكارة أي أهاي لكن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزة خالدة ومعجزة واريسوي ومعجزة واريسوي وأتو النبي قيل عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأكون أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة نبي وحد عليه الصلاة والسلام نبي كسطون نبي يد إلهي كم يدا الله وحد السيئي حق آياتك وحد السيئي معجزاتك نبي نمدي سعضين إيسا شيء صغو كلا أي بني آدم كور رميان كاسو كلا يكون إسلامان كور رميان يعني كلا يسيئي وحي أهاتي وحي الله إي وحي يودي إنبو أهاتي يعني حصر وحود عيا يعني حق مركا وحوي معجزة وقو كمال كبضا وحي أهاتي وقره قرآنك معناه لو قمت هذا معجزة كلا ما جرته والنبي قال السي عليه الصلاة والسلام نبي قال معجزات كلا أول السي وحصل للأكملية يا يعني وحوي معجزة كمال كبضنايد لما يسترا كبضنايد بل لقو كوبيا ومعجزة لما يسترا وكمال بضن ومد لم إذا أين يتشرين لا يمسين كاسو كليمو يعني وإلا معجزات كالوالى السيئة والنبي عليه الصلاة والسلام النبي النمدي سعطين مركبه معجزة خالدة ما دام معجزة خالدة النبي السيئة عليه الصلاة والسلام معجزة واريسة وملك الصطاء يحل كالصطب اللهلي وحن نغضي النبي عليه الصلاة والسلام كوغم مركبه حوية أطباع ضبضن وغم مركبه حوية دتك الرمية الراعي يغفر بذنه ساس أي نغضي النبي عليه الصلاة والسلام المخصوص بجوامع الكلم وكل قاري إلي النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ذا مركة جوامع ذا معاني ذا فرها بضل لكل منه إريد كوبيه لكن معنى بلارين أي النبي السيئة عليه الصلاة والسلام خصائص السيئة أي كم ذا أتيت جوامع الكلم وكل النبي عليه الصلاة والسلام وسماحة الدين وحكرا لقو قاري الدين كيسو إنو مركا لمرسنية هاي السهلية يا بعثت بالحنيفية السمحة أي النبي عليه الصلاة والسلام وحالا إلا صدر أيتي حنيفية ذا أهي باطل ودنك السوء إلاني سيحق عقيدة ذا وحنيفية يا وسمحة في الشرائع حق الشريعة ذا إيه أحكامتنا وامد مركا سهلا ولمرسنوي وسهلنا شاء الصحيح صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين يعني
نحرس يد إلهي وسلامه يا سلامت الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام كركي سها أهاتو وعلى سائر النبيين نبي ذا كركو ذا نها أهاتو والمرسلين رسول ذا كركو ذا نها أهاتو وآل كل نبي كستبى آل كيسا يقرب ديسا رميسي كركو ذا أهاتو وسائر الصالحين صالحين تكلنا يعني كركو ذا أهاتو. أما بعد انت أدب ديدميا فقد روينا وحنا لو سوري عن علي بن أبي طالب ولقى سوري علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يا صحابي عبد الله بن مسعود له معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل الصحابي قال له أبي الدرداء يا صحابي قال أبي الدرداء لا إله ذو وابن عمر يا صحابي ابن عمر لا إله ذو وابن عباس يا ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم إلهي لما تظهر لها كهاتين من طرق كثيرات طريق يفر بذن وحلق سوري بروايات متنوعات رواية كلا الدون وحلق سوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أولي من حفظ على أمتي 40 حديثا من حفظ كوكا سو قيبة على أمتي أمد إذا أقيبة 40 حديثا أفرتا حديث من أمر دينها أرنها الدين كذا خصابصا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء بعثه الله إلهي وصو صارا يوم القيامة ما ننت قيامة روح إلهي وحصو صارا في زمرة الفقهاء شمع مركة فقه هذا أي مركة قصو صارا يا والعلماء علماء مركة شمعوا ذا أي مركة قصو صارا. وفي رواية رواية كروح قصو نيد بعثه الله تعالى فقيها عالما الله حصو صارا يعني مركة إساق أو يعني مركة شخص قاسي فقيها مركة مد فقيها أه وعالما عالما أبو صوصارا. وفي رواية أبي الدرداء رواية أبي الدرداء وحقصنا وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وحنون غضا مالين تقيامة شافعا مصفع قاضية وشهيدا يمد مرخاتك عيان النغضاء. وفي رواية ابن مسعود رواية ابن مسعود وحقصنا قيل له حلقوا إلى هذا أدخل قل من أي أبواب الجنة شيت الباب هذا تشنظ كادون تكقل أي ألقوا إلى هذا. وفي رواية ابن عمر رواية ابن عمر وحكو سوني كتب وحل بقرة في زمرة العلماء يعني كوحدة يتشمع علماء إيسا وكمدة أي ألقوا قرة مقعيسة وحشرة ولا صوصارة في زمرة الشهداء شهداء تشمعوا دا يكوحدو دا أي أنا مركا لقوا صوصارة. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وحال الإمام النووي رحمه الله واتفق الحفاظ حفاظ وحيسكوا فقين على أنه حديث ضعيف إن حديث ضعيف أيهاي وإن كسر تففر بضط طرقه طريق ذي سففر بطان به إنه ضعيف أيهاي بي حفاظ يسكوا فقين. وحلا يقال حديثك ضعيف كهذه طرق ذي سوأي فربضته إن لي له ذو إسحوتشيا لكن إطلاق إذا ما سيدي هذا النووي بعد كيف فهميش مركه وحوي حديثك ضعيف كاي طريق ذي تعددان اي بدتا اسحوجين ايان وحين نقن اي سمرك ام ضعف قدرنين ادو ضعيف نمدو درنتو ادو ضعيف يهي حرد عنك سكب من ماي وحنا كب ماي حبي اسحوجين ماي وقت اسحوجين ايسا طرق ذا فرح بدن لي ومركه وحوي ضعف انو درنين لكن اديت هاي شديده الضعف يعني مركه وحوي اسم قوين اسم مركه حديث كنا يعني مركه ضعف يقو ودرين هي ما دام ضعف يقو درين هي اسم قوينيا اسم قوينيا مركه وقف في عناده ومركه ضعيف عادي النقضه يعني مركه اسم وهي طرق قاركود وموضوع حد الوضع بيقارسي سنت قاركود ضعف يقو ودرين مركه وحويه يعني ما دام مركه تهي احاديثا طريق يضا مركه سندادن يقال الضعف يقود الدرنيه هي اسم قوينيان. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات وحو الشيخ رحمه الله وقد صنف واقرين العلماء علماء رضي الله عنهم الله راى لها كنغذي في هذا الباب باب كم وحي كقرين مركه وحوي افرطا حديث ما لا يحصى وحان لكوبي كرنا من مصنفات كتبه كتب فربضهم يكألفين وكغري ومذول بأربعين وبحي فأول من علمته فأول من كي وحوقه الرئي علمته أنا قادي
إنه مركب وحوي يعني صنف فيه باب كان وحكا قري عدي وجوه الرئيسي أن كوه قاضين وحكا قرطي عبد الله المبارك وعبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي وحكو حقي محمد بن أسلم الطوسي شيخ الأورنجي العالم الرباني ثم حسن بن صفيان النسائي أما النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو النعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. العلم يقار كتب الشيخ وباب كمحك قري لكن وحول العلماء وحك قرتي وجه الرئيسي أن أجهي شخص وجه الريان أجهي 40 ألفاء عبد الله المبارك بها علمك ويناي معروف كها علماء السلف كم إذا وعلم معروف ولا يقانوي ومركا خير كله كل مين يا يعني أضبط مركا وحنا وخيرات بدنا وحها عالم فقيه بوها وحش بدنا وجهاد بدنا علمي جانا مركا وحوي دوا كهري مركا حشك يا جهاد ك يا علمي يا فافنت علمي يا عبادة يا ضيق ذا مد والبا وكل يا جمع له أبواب الخير وحلي الباب ذي خير كله كل مين سندنا وجهاد كري سندنا وحش كري عمل كيس صاصوها وعبادة بدنا وعلمي جانا وحوافا في كري ديق سنواها وديق بدنا مركا عالمك وجوه الريان وقادي بابك وحكا قرا وحوها عبد الله مبارك وحكو حقيبه لمحمد بن أسلم الطوسي محمد بن أسلم الطوسي وحوها يسون عالم وين علماء السلف كم ذا أي يسونها هذه أدو الشيطان واتي إمام محمد بن حنبل اللي يلي شماعة اللي ويدي مركا سويت شماعة وابو بكر عمر مركز هاي وارد انتين حتى هبل يهبل باء يقول وارد انتين ساسا لو سودي مركز دنباء يوحل محمد بن أسلم وحده جماعة استقوت شماعة دي محمد بن أسلم يعني هو السواد الأعظم والسواد كيوينا يعني وهيق الكيويناوي بمعنى يعني وحكا الصنة كم إذا هو كعمل فريد هذين العالم الرباني بخصي في إشف صفضة يعني عد كلام الراعين يعني وحكا تصنع إساء يعني وحوي منزل دورها لبضع الطبقة مركمد والبع وحكش عالم كريه عبد الله المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم انت ضمبه وإسرائي ثم ما رح يسيم وحط حي مرك يجون علماء ووين وكبارة أو كم ذي حسن بن صفيان وكم ذي أجر أو كم ذي محمد بن إبراهيم الأصفهاني دار قدني كم ذي حاكم كم ذي أبو نعيم كم ذي أبو عبد الرحمن السلمي كم ذي أبو عثمان السابوني كم يعني وحوش شيء علماء كبار وواوين بشر وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين انتكم كوبنا خلائق فربضنا وكلام ركا يقنا وحكا قري 40 ألفي وأن لكوب كرين وعلماء ذي هرين متقدمين تأهاي هريي هي علماء الضنباء متأخرين تابكا منهم وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء إلى أئمة الأعلام شيخ وحوري رحمه الله وقد استخرت وحن استخاري الصي وإلى هاي خير كأنه وافتشي أن ويديستو كبريي تعالى الله يسقى كريي في جمع 40 حديثا أفرت الحديث كل من تلا كل من يوم اقتداء بهؤلاء إلى أئمة الأعلام كضيد مركا القضى ينايو أي مدى وحوي مركا أعلام تيبوره كركد إذن يا يعني مركا الضي الشأن قضى ينايا أولي يو حفاظ الإسلام يعني الإسلام كحفاظ سيد يشان خضان يدرادين وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقد اتفق العلماء وعلماء حيث وافقين على جواز العمل يعني إن لقوا عمل فرائين بنانته بالحديث الضعيف في حديث ضعيف كه في فضائل الأعمال عمل هذا مركب فضلي له إن لقوا عمل فلكره وحيالها مركب فضائشة لوه الشنكره أحاديث ضعيف كه يعني أحكام لو مدل يشنعي شيء جنب حلال شيء جنب حرام شيء جنب واجب شيء جنب سنة شيء جنب يعني وحوي كراهية لقى ما قاضن كره حديث ضعيف دليل لو ما لكن يعني وحوت المام يا وحيالي فضائل كصابصا فضائل أعمال إن حديثي ضعيف كهيد لوه الشنكر يا إن لوه الشنكر تصنع إطلاق إذا ماها علماء قاركود وحي تلمامين شروط بالورد يا مركا حديثك ضعيف كافضائل الأعمال كلو عمل فليل
أولا وإن ضعفك الشديد هين الدرنين أدي ضعفك الدرنية هي يعني لا فضائل بان لوه هشان كرين الله عسكان كرين ولا وحكا لنوسا قادن كرين ألا تكون شديدة الضعف بشرطها عجزة ضعيفك شرطك اللباد وإنه يهي أن يكون مندرجا تحت أصل العام من وإنه سوق ذا قال يا أصل عام والشيء مركز شرعية دي سدليل له هيو لكن فضيلة حديث ضعيف الشيء هيو أي فضيلة دي لوه هشان كرا واستئناس لو قصة من كرا مركز تاس وإنه أصل عام السوق ذا قال إما هم مركز وحكان لغو شرعيين شرطك الصدحات ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإن العقيدين والرومين مركل وعمل فلا يين السجية صدح ذا الشرطي وح الشيغي الحافظ ابن حجر العسقلاني أي الشيغي إن صدح ذا الشرطي الله شرطني هذه الشرط كم إذا لوايو فضائل أعمال بأن لو عمل فلا يا إمام ميس ما إمام ميس علماء قاركودنا واحدة حتى فضائل أعمال لو عمل فلا يو لكن صدا جمهور كعلماء أي مركل كتغي شيخنا وحاب كسر النقلي اتفاق لكن بعض أهل العلم أو اتفاقا يعني مركا حوغا وحكوسا أروريات شرا وإلى اتفاق ماها لكن جماهير علماء أي قبا ساسي ذهب علماء قاركود وحي مركا قبان إن حديث ضعيف كا ولو ضعف ويان ضران به إن حتى في فضائل أعمال لو عمل فلي كريم ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث يذو تاسي أي شرته تالا شرك هذا فليس اعتمادي عسكت كي وماءها على هذا الحديث حديث كان عسكنا يا ما حديث ضعيف كأو عسكن ما يو يا دل عاما عسكنا يا بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة وعن عسكنا يا هذا الكل نبي يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحة حديث الصحيحة إذا كل لي كصناتي ليبلغ الشاهد منكم الغائب كنا تشوجا هجرسيو الغائب كم قنها جرسيو كما قنها جارسي وانا حديث مركا صحيح وهي البخاري ومسلم بكسار وري وقوله صلى الله عليه وسلم يا هذا الكل النبي يقول عليه الصلاة والسلام بان عسكنا يا نظر الله امرأ الى هاي هقرحي هو ناتشي هالنور امرأ قف سمع مقلي مقالتي وراه ذي مقلي فأداها اقتي ودتك اقارسي كما سمعها سلو ام مقلي وكله سلم ذا دتك اقتي بي اقارسي إلى هاي وجهك سهل نوره حق رحيو كاسنا وحوي يسونا وحديث كلا مركا يسونا صحيح ويه صحاب متعددين يسوريين ويه ويسونا وحوي مركا سجن كحديث صحيح أبن عسكني يبو ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين أنت أدب إذا حكم إذا علماء ميد كل مئة أروريي الأربعين أربعين كأروريي في أصول الدين حق أصول الدين كاعتقاد كان وبعضهم في الفروع بعض العلماء كم إذا حق فروع ذا يعني فقه أي مركا كورديان مركا وحوي 40 حديث وقصاب سن وبعضهم في الجهاد علماء قاركون أفرت الحديث والجهاد وقصاب سن بي أوروريين وبعضهم في الزهد علماء قاركون أفرت الحديث والزهد وقصاب سن أي سكان أوروريين وبعضهم في الآداب علماء قاركون أفرت الحديث وآدابتي أخلاق ذا كساب سن أي مركة أوروريين وبعضهم في الخطب علماء قاركون أفرت الحديث وخطبتها كساب سن أي مركة أوروريين وكلها مقاصد صالحة لما أنت إنه قصدي ونكسن يوتشيدوي ونكسن وينيوي ونكسن رضي الله عن قاصديها إلى يكرر للنقض عن قاصديها عدة مركة أقصدي قصدتها ونكسن دونتي وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وقد رأيت وحن مركا أركي ورأييي جمع 40 أفرت الحديث إن أروريو أفرت كحديث أهم من هذا كله أمورها دمانت كمهم سن وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وأفرت الحديث أفرت كحديث مشتملة كوب صنيسة على جميع ذلك دمان أبواب تالسو الشيخ لن وذا كلان سنس أن مدقارك وقارها وحق عقيدة قاركوتك سابسين وحق الزهد قاركوتك سابسين وحق حلاشي حارانتي قاركوتك سابسين وحق فضائش قاركوتك سابسين وحق آدابتي قاركوتك سابسين يا وحق عبادتي قاركوتك سابسين يعني وحوية أفرت الحديث ومركا وحي الدين كي أردانك سابسن
إنه سكينا أروريو أنا حديثك صدرت أيان ضرب ذي. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. حديث كستاء كم إذا أفرتك الحديث الله بقي أفرتك الحديث كم دي قاعدة عظيمة وقاعدة وين ومن قواعد الدين. قواعد الدين كم إذا قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه علماء أي كت المامين وكل شيئين إن وحوية إسلام نيود أي كو ريغيس إسلام نيود أي كو ريغيس أي كو شيئين أو هو نصف الإسلام أو ثلثها أو نحو ذلك. أما علماء قاركود أي كو شيئين إنه الدين كمركا وحو النسكي يهي أما الدين كالدلولكي إنه يهي أما الدين كالربعي إنه يهي يوح لم يلا يكت المامين أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. أنت أدب دي دوحان مركا اسكن لازمين لازم اسكا قي يلي أفرتن كان حديث قده دا أن تكون إنه نغطو صحيحة أحاديث صحيحة إنه نغطو ومعظمها بدن كودنا في صحيحي البخاري ومسلم وحيكون سبين لوضع صحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم وأذكرها وأنشيغي محذوفة الأسانيد حال أسانيد ذا لحدفي ولقوي ولتشري وأن سنة كلا طحن أي أنشيغي يبو ليسهل حفظها سوفض ذا قيبست لقيبيا ويعم الانتفاع بها يسوء عام نغضه انتفاع له انتفاع يسوء عام نغضه إن شاء الله تعالى أدو إلى هيدونا. ثم أتبع هذا بدون حراع سينيا بباب في الضبط خفية ألفاظها باب قصاب صن الفادي سقر قرصون رياضة مركة حديثك قصار ورية قرصون عن مركة وحوية معنى هذا آذ الوقت قرني إن المركة وحوية يعني الضبطية الفادي هذا يعني الضبطية الضبطية وحن غنيا حركات كد يسأل الله قلنا واقعية للشعب شرحنا وراعنا يا يعني وقت إذا قاركود ومركة الفادي شرحي. ثم أتبعه عن راعنا يا بباب باب عن راعنا يا باب كاسو في الضبط خفي ألفاظها إريادة قرصون غريب كأه سيدا الله قلنا واقعي الله حركين أيوه كصاب صن هل كان ميال كردقة يا ميال قدية هل كان مصين با مشين با ما يعني وحوي يعني مجين با محابة يعني سيدا اسمرك وحوي يعني حروف كل ضبطين أيوه أما حركات هي حروف ويسر راعنا. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الحديث وحوها بون متكستو آخر مركا وحوها تشعل الدونية يصوابك آخر الدونية أن يعرف إنه أقون صدو هذه الحديثة أحاديثة إنه أقون صدو أي وهبون لما اشتملت عليه وحي كوبسطي الدراد يدو من المهمات يعني أشياء مهمة واحتوت عليه أي ولما احتوت عليه وحي كوبسطي الدراد يدو من التنبيه براروشين ألا براروشين أيوه على جميع الطاعات طاعات كلما أنت إذا براروشين يسوع إلا لي مادو وذلك ظاهر لمن تدبره كاسنا وأمه قضى عد أفرصته وعليه اعتمادي الله قرآن عسكنيا وحصر بكترة وإليه تفويضي حق الله وكليا أمره وأبن لغيا واستنادي عسكتك يقنوى هذا أنكتر صنيا وله الحمد والنعمة الله قرآن أي أسناتي مهضنق والنعمة النعمة ذبا وبه التوفيق والعصمة الله بيكس غنطهي وفتشنتا يدورست عيد الدورابا او اسغا عيد دوره اسغا عيد وافجيه اسغا عيد هانونيه اسغا سلنسيه حقا مركا waxaa weeye يعني الله كريه ان لعسكدو ايو مركا تلماميا مقدمتاس ان مانتا كو كافتوماينا درسي 40 كا مركا حديثه waxaan bilaabayna ان شاء الله تعالى بري اين مركا bilaabayna حديثه ugu horeeya aynu ka bilaabi doona ان شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.